كلمنا بقى عن التعاون مع الفنانة روجينا في ستهم. لا روجينا دي كان التحضيرات انا ازاي؟ روجينا كنت اعرفها طبعا على المستوى الشخصي كده يعني اصدقاء وكده، وكنت طبعا عشان الدكتور وكده، انما ما كناش اشتغلنا مع بعض. انما لما اشتغلت معاها بصراحه، ومش بجامل ولا بقول اي كلام ولا بزوق، فنانه بتحب شغلها جدا جدا جدا، بتحترم شغلها جدا جدا جدا، بتركز بدرجه مش طبيعيه، وبتتعب قوي وبتشتغل كتير قوي، وبتركز في كل تفصيله مش في دورها بس. بالمناسبه هي كنجمه وكبطله عمل بتركز في كل حد وكل شخصيه وكل كاركتر، وشبكه العلاقات اللي موجوده في الدراما بتاعتها عامله ازاي، طب مين، ولازم نقعد ونعمل بروفات، وما كانتش بتنام الشهاده لله. فانا استفدت منها كتير جدا واتبسطت بالعمل معاها، واضافه ليا، وانا اتشرف بان انا اشتغل معاها تاني بصراحه. في اي صعوبات قابلتك في التصوير؟ ساعات وانا بصور كنت واحنا رايحين اماكن التصوير كانت العربيه بتعطل. لا انا بهزر. لا نرجع بس احكي لي المواقف اللي حصلت لك في كريزي تاكسي قبل ما نقفل كريزي تاكسي. انت اكيد حصل لك بلاوي والناس ما تعرفش عنها حاجه. يعني مثلا هقول لك مره مثلا صباعي ده اتفتح. لا 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 مره مناخيري اتكسرت. بالله ايه؟ اهي معوجه واحد نطحني. ضربك؟ ضربني. لا بهزر، اكيد ضربني. لا انت لا كلام جد. والله العظيم اتبهدلت اقسم بالله العظيم، انا كنت ما بين حلقه وحلقه بنزل جايب دم. لا وانت ليه ما بتلحقش قبل ما يضربك؟ وتقول انه مقلب يعني. تلم. انا بلحق بس في ناس رد فعل بتفاجئني. خدي بالك ان الشعب المصري ده ملوش ملك. خطير فعلا. في دمه خفيف فوق العاده. انا ساعات في حلقات كانت بتبوظ مني لان انا بضحك. انا في ردود افعال كانت بتموتني. انا ما انا بني ادم طبيعي بضحك زي اي حد يعني. في ناس كانت بقى اللي ما تفهمش بقى نازل متنرفز، ما كانش بيديني فرصه. يا عم انا دي بخلص على طب استنى فالضرب بجد. مفيش. طبعا ما كانش في فرصه. في ناس. ايه اصعب رد فعل حصل لك مش قادر تنساه؟ ان مناخيري اتكسرت وصحيت في المستشفى، دي كانت حاجه من ضمن يعني. ومره كنا سايقين في كورنيش اسكندريه وفجاه عملنا ده انفجر. فجر بتاع التاكسي لوحده. انا اللي اتخضيت ونزلت اجري والضحيه قاعد. قلت له يا عم انزل، احنا مش عايزين فيك مقلب، انزل اتعمل فينا. وهو مش في دماغه. وساعة ما كنت المشكله اللي حصلت في رمضان ده الجزء الثالث بقى، ما كنتوا حاطين مهندس الصوت في الشنطه ولا اي حاجه. ده قصه عجيبه جدا بقى. احكي لنا بقى. دي اخر حلقه بتتصور في اخر جزء في كريزي تاكسي 3. خلاص خلصنا البرنامج وبنرابلس حلقه بالمناسبه. كنا في رمضان وفي يوم جمعه. الحلقه دي انا ما كنتش سواق تاكسي فيها. الحلقه دي كان في سواق حد تبعنا هو اللي بيسوق، وانا بشاور كاني راكب واحد جاي من الفلاحين وشايل بلاص مش ومعاه قفص كده حاطط فيه مش عارف حاجات كده وبتاعه بيبيع الحاجات الجميله بتاعه الفلاحين الجمال دول. ف بشاور ركب عمال شغال في الحلقه، فجاه لقيت الشرطه ورجال الامن وقف وقف وقف. في ايه؟ انا مش فاهم.